اولا قبل كل شيء اقدم نفسي، انا اسمي باشودا من مجموعه ويكيميديا الجزائر، ناشط في ويكيميديا منذ 2014. عندي سؤال بنعرفه، من يعرف مبادرة ويكي مساق؟ ممكن جيد. اليوم عندنا فرصة لإلقاء عليكم تقييم هذه المبادرة التي كان لها انطلاقة في 2018 والتي بدأت. أولا قبل كل شيء نعرف المساق. المساق هو عبارة عن موك، وهي دروس على الإنترنت لتعليم التحرير في موسوعة ويكيبيديا، وهي موجهة للمبتدئين. كيف كانت الصيغة والشكل والتوقيت؟ المساق أصلاً اقترحناه على شكل أنه مجاني ومفتوح للجميع. هو من إنشاء ويكيبيديين متطوعين. افتتح المساق في كان له تاريخ في 15 فبراير 2018. بالنسبة للتاريخ هذا هو يعبر عن تاريخ ميلاد موسوعة ويكيبيديا، هو كل سنة يحتفل به 15 فبراير. كانت مدة المساق 5 أسابيع، ويمكن متابعة الدروس مرة واحدة، يمكننا متابعتها مرة واحدة على الشكل الكامل. المتطلبات المسبقة، ليس هناك متطلبات مسبقة بالنسبة للمساق، ليس هناك شروط، فكل المستويات والأعمار مقبولة. يمكن التسجيل فقط باسم وكلمة سر وندخل في المساق ونبدأ في تعلم كيفية التحرير في ويكيبيديا. هذه تمثل أول فيديو للمساق التي تم نشرها في المساق، وكانت هذه الصفحة التي تمثل صفحة الولوج إلى الموسوعة في المساق في ويكيبيديا العربية. الدعم، بالنسبة للدعم يجب أن ننوه أنه كان بمناسبة الذكرى 17 لإنشاء الموسوعة. بادرنا نحن مستخدمين ويكيميديا الجزائر وويكيميديين من العالم العربي كله بدعم مشاركات من شركات ناشئة جزائرية لإنشاء مساق حول تعلم الويكيبيديا وموجه للمبتدئين. وكانت هذه حاجة ملحة، لأننا كنا نتلقى تساؤلات وأسئلة كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي ويكيبيديا العربية، والتي دفعتنا إلى التفكير في هذا. وهناك أمر آخر، لأنه كانت المساقات موجودة من قبل في ويكيبيديا أخرى، ولماذا لا نطلق هذه المبادرة بالنسبة باللغة العربية؟ إطلاق هذا المساق كان صار من الضروري توفير هذه التجربة في ويكيبيديا العربية. نذكر على سبيل المثال ويكيبريدج، وهو مساق موجود في مجتمعات ويكيبيديا أخرى. في ويكيمو هو في ويكيبيديا الفرنسي، وهو في نسخته تم إطلاق نسختين منه، وحاليا هو يعني كل سنة يعاد إطلاق نفس النسخة في للويكيموك. الفكرة، كيف جاءت الفكرة؟ المشروع تم التفكير فيه لما شاركنا في بعث أول منصة في الجزائر. المنصة هذه كانت تدعم مساقات مجانية. كان في شهر فبراير 2017 اقترحت أن ندرج مساق حول ويكيبيديا في هذه المنصة ويكون مجاني متاح للجميع. الفكرة تطورت بعد ذلك، ثم بدأنا بإطلاقه في ميلاد ويكيبيديا 15 يناير 2018، يعني شهر من بعد. بدأت التسجيلات في 15 يناير وانطلق المساق شهر بعد ذلك. يومها لم يكن لدينا سوى مسودة للمشروع في الدرايف، وانطلق التسجيل باتباع رزنامة محددة مسبقة
حيث أنه كان من المبرمج يعني نطلق الدروس، يتم إطلاق مجموعة من الدروس كل أسبوع لمن كانت موجهة هذه المساقات، كانت بدرجة الأولى لمساعدة برنامج ويكيبيديا للتعليم وباقي المهتمين بتعلم مبادئ التحرير في المشروع، وكان متاح الولوج إليه في كامل أنحاء العالم، وكانت الخوادم يعني في المنصة يعني كانت متوفرة لاستقبال يعني ولوج كبير، يعني إذا كان استيعاب مئات من الزوار يوميا في نفس الوقت، يعني كانت التكنولوجيا كانت متوفرة المنصة لإتاحة يعني العملية. التكلفة، في الحديث عن التكلفة، كل المشاركين في المشروع هم أشخاص وشركات ومتطوعين أعجبتهم الفكرة انضموا إليها وقرروا أن يوفروا كل الإمكانيات المادية والمعنوية من دون مقابل لتحقيق المشروع تحت رخص المشاع الإبداعي. هذا شيء يعني رائع جدا. من هم المشاركون في المشروع؟ المشاركون في المشروع يعني ليس هناك شخص واحد يعني من أطلق المشروع، ولكن هناك مجموعة، والتشارك في المشروع يعني في منتشرون في أنحاء العالم. يعني نذكر بهم فريق دريم آرت، الشركة التي قامت بتصوير كل الفيديوهات، فريق منصة تتعلم، يعني نذكر منهم نسيم عبورة يعني رئيس المشروع تاع المنصة، مكية بن نعمة هي الآن معنا، مقدم سيد أحمد، مبرمجون في المنصة التي من دونهم لم نكن نستطيع أن نرى منصة كهذه. يعني قمنا، كانت المنصة متوفرة فقط باللغة الإنجليزية والفرنسية، وقمنا بترجمتها كاملا باللغة العربية، وبفضلهم قمنا بإدراج هذه الترجمة وجعلنا كانت المنصة في الأخير. فريق الكيمياء الجزائر، نذكر منهم محمد رشوندا وإذا كان بوش معنا حاضرا، والكيميديا الشام مصعب بنات فرح معنا، شارك معنا في ميربت، هي ليست معنا، أتمنى أن تكون معنا. تركيبة الدروس، كيف كانت مركبة الدروس؟ المساق فكرنا فيه أن يدوم 5 أسابيع، أي درسين أو 3 دروس في الأسبوع. مدة الفيديوهات، كل درس لا يتجاوز 15 دقيقة كأقصى حد، وهي حاليا متوفرة في اليوتيوب. بعد كل درس يجيب الطالب على عدة أسئلة، تكون أسئلة سهلة بسيطة فقط، يتمكن الطالب يعني من مراجعة كل ما تعلمه، يعني ليس هو اختبار صعب. يمكن لأي واحد إكمال المساق دون الالتزام بالبرنامج، هناك حرية تامة في متابعة المساق، لكن تاريخ البداية والنهاية تاريخين محددين، تاريخ البداية والنهاية. وفي الأخير يعني في نهاية المساق يمكن لمن ينجح في المساق يعني تحميل شهادة مشاركة، وهذه الشهادة كانت يهتم بها كثيرا المشاركون في المساق، يعني يقومون بتحميلها و يعني وفرناها لهم لأنها كانوا يطالبون بها كثيرا. وكنا ننصح بإتمام جميع الدروس، يعني والمنصة كانت تسمح لنا بذلك، يعني أن لا نسمح للطالب يعني أن ينتقل إلى المرحلة الثانية بدون من ما يقوم باجتياز الاختبار في الدروس الأولى وإلى آخره، يعني إذا لم يجتاز مرحلة لا يمكنه أن يواصل في المساق، يعني يجب أن يتمم كل دروس ويشاهد كل الفيديوهات حتى يمكنه أن يصل إلى نهاية المساق. في حديثنا عن المنصة تعلم كونكم، هي منصة يتوفر فيها ويكي مساق مجانية تماما، لا تحتوي على أي نوع من أنواع الإشهار، كل المواد التعليمية تحت رخص المشاع الإبداعي،
وحيث قام فريق تعلم بعمل مراجعة كاملة وترجمة المنصة كل كاملة إلى اللغة العربية. تكنولوجيا المنصة، التكنولوجيا هي تعتمد على Open EDX، والOpen EDX هذا هي منصة قامت تم تطويرها في معهد ماساتشوستس للتقنية وبالتعاون مع جامعة هارفارد 2012، يعني منصة جديدة يعني وحديث الإنشاء. ونذكر على سبيل المثال يعني منصتين معروفتين، يعني فان موك هذه في المنطقة يعني في البلدان الفرنكوفونية يستعملونها كثيرا، ومنصة إدراك. منصة إدراك هي منصة تحت تعتمد على تكنولوجيا أوبن إديكس. هذه بعض الصور التصوير تاع أول فيديو كان فيها بعد هذا كذا يعني 23 فيديو تم تصويرها في التركيب والنشر. بعدما نحصل على الفيديو فيديو الدرس نقوم بتجهيز الدرس نصيا، ندعمه بفيديوهات أخرى حول الدرس، ونختمه باختبار على شكل أسئلة بسيطة للتأكد من المشاركة والاستيعاب الدرس. استعملنا مواقع التواصل كفيسبوك مع المشاركين وبالإيميلات التي كنا نتحصل عليها التي لديهم، نقوم بإرسال إليهم رسائل نصية لنعلنهم ببداية كل درس، يعني ليكون معنا التواصل بيننا وبينهم على التواصل يعني بدون تقطع، يعني تكون علاقة متواصلة بيننا وبين الطلاب. من المهتمين بالقول من المهم القول بأن المساق ليس فقط دروس جافة يعني على الانترنت، بل هي دروس تفاعلية على المباشر، يعني نجيب عن الأسئلة والتساؤلات على المباشر. حتى الآن ما زلنا يعني نتلقى رسائل للطلبة المشاركين في المساق. المحتوى، المحتوى في البداية كان بسيط. بدأنا بمحتوى يعني متواضع. حددنا أنا ورضا كربوشي يعني سبع دروس يعني كنا انتقيناها في الأول، وبعد ما ظهرت شركة دريم آرت تطورت الفكرة وتوسعت وصارت في عدة فيديوهات على خمس أسابيع وتشعبت. المساق كان في النهاية خرجنا بعشرين فيديو تحصلنا عليها بدون ما نذكر الفيديوهات الأخرى في التي قمنا بها في شو اسمها اللي كنا نديروها تاع بي سي توتوريال. التوتوريال هذيك كذلك فيديوهات أخرى لم تذكر في الفيديوهات هذه، ووزعناها على خمس أسابيع وشكلنا به يعني كورس كامل موك ل ويكي مساق. سير الدروس اتفقنا انه في كل درس يقوم الطالب مشاهدة الفيديو اولا، ثم القراءة تاع الملف، ثم تطبيقه على المباشر، اختبار اخير، وفي الاخير كامل يكون فيه اختبار شامل في نهاية المساق، وبعده يمكننا الحصول على الله. كل هذا صار ب حاليا المساق مازال موجود في المنصة، المنصة يمكن الولوج إليها عبر تعلم.com، الرابط هنا تعلم.com رقم 3. الفيديوهات موجودة فقط على كومنس، ممكن أن نجدها على كومنس. حلمي قام برفعها على كومنس كلها، لا أدري قمت برفعها كاع كاملة كل. شكرا، نشكر حلمي على العمل. وهناك مجموعة على فيسبوك ما زالت ناشطة، في كثير إداريين يعني يجوا على فيسبوك ويواصلوا ويجاوبوا الأسئلة، نشكرهم شكرا جزيلا. بعض التفاعلات، دونك لقياس هذه التفاعلات عفوا تفاعلات كثيرة تحصلنا عليها في فقط لما ندخل إلى موقع يوتيوب وجدنا كثير فيديوهات تتكلم على المساق هذا حتى في الأيام الأولى، يعني يتم فيه نشر يعني فيديو توتوريال على اليوتيوب على كيفية
عمل المساق إلى آخره. من بين الأمور الطريفة التي لقينا بها، قام أحد المشاركين بطباعة كامل الدروس ورقيا للاحتفاظ بها، ربما ينقطع النت، ربما ينقطع الكهرباء، فكانت عنده نسخ ورقية يحتفظ بها، وهو فرح، قام بنشرها في مجموعة الفيسبوك. هناك مبادرة ضاد الشقيقة قامت بنشر كل الفيديوهات على موقعها، شيء آخر يعني أعجبني كثيرا، يعني كان فيه تشالنج ما بين المشاركين في المساق، كانوا كل واحد ينهي المساق تاعو ينشر النتائج النهائية تاع المساق تاعو. وتلقيت كثير من الطلبات، يعني كان رسائل تأتيني تطلب مني زعما كيف أعيد المساق لكي تكون عندي نتائج أحسن من هذه الموجودة في المجموعة وأنشرها في الآخر. عندي تشالنج، يعني أمور طريفة يعني كثيرة كنا نتلاقاو بها. كان عندنا بريد ردود على شكل OTRS، يعني فيه كانت فيه مجموعة جواب على كل الأسئلة والتساؤلات يعني حول المنصة وحول كيفية المشاركة، وكنا نجيب على كل الأسئلة وحدة بوحدة على قدر الاستطاعة، ولكن تمكنا من الإجابة على كل كامل الأسئلة. من بين الرسائل التي زعما شدتني، هناك شخص لا يرى قام بمتابعة المساق، لست أدري كيف تابعه، ولكن تابع المساق بالصوت وأرسل لي يعني رسالة وعبر لي يعني أنه مشكور جدا أنه شارك يعني تابع المساق من الأول إلى الأخير. هناك شاب آخر يسكن في الولايات المتحدة أصله، ويقول أنا أصلي من كردستان، لا أعرف العربية وعندي يعني أمور خفيفة عنها، ويكتب كتب لي رسالة يعني باللغة الإنجليزية، يعني يقول لي يعني شكر يعني لمن أطلق هذا المساق، يعني لأنه كان يعني مفيد له، تمكن من خلاله التعرف على ويكيبيديا العربية والتحرير وتطوير إمكانياته في اللغة العربية كذلك. هذه هي الرسالة الختامية، نشرناها في آخر في المساء، وأردت أن أشاركها معكم، والتي تقول: أنت الآن قد أنهيت المساء بنجاح، عليك إلا بالمساهمة، باقي الكثير من المقالات التي يمكنك إضافتها إلى الموسوعة. لاحظ أن ويكيبيديا الإنجليزية تحتوي على 5.7 مليون، ويكيبيديا العربية تجاوزت 5 مليون، حاليا هي تقارب المليون مقالة، ويمكنك إضافة ملايين المقالات للغة العربية، يكفي أن تترجم المقالات الناقصة أو أن تكتب بذرة من البذرات، أو خلاصة 5 أسابيع لتتعلم ويكيبيديا في هذه التجربة الأولى من نوعها في مجال التعليم عن بعد. أطلقها متطوعون، سهر عليها متطوعون، تبناها متطوعون، وصلتكم المعلومة مجانية وبجودة عالية. هذه هي الرسالة التي نشرناها في آخر المساق. نعطيكم الآن بعض الإحصائيات، يعني كان عدد المسجلين في المساق عند نهاية المساق كان تجاوز 10,000 مسجل الذين تابعوا المساق. في التوزيع الجغرافي كانت عندنا يعني تسير خير، يعني مفاجآت، ليس بالنسبة للإناث، يعني كان 63% ذكور في المشاركات، 26% إناث، ولكن في التوزيع الجغرافي هذه تاع التوزيع تاع السن باللون الأصفر، هنا يمكن أن نلاحظ أن عدد المشاركين ما بين
29 سنة نسبة كبيرة جدا، يعني ممكن أن نقول أن طلبة كتار يعني شاركوا في المساق وكانوا من المشاركين. عدد الزيارات في الموقع، الزيارات في الموقع في بداية المساق عند إطلاقه، هذا تاريخ بداية المساق، تسجيلات حتى نهاية المساق في حوالي شهر ماي كانت تجاوزت 42 ألف دخول للموقع، وتجاوزت 85 ألف يعني من قام بفتح سيشن للموقع. مدة متابعة كل سيشن يعني 6 دقائق، وهذا ما يعني أن كان كل من يدخل الموقع يتابع الفيديو ويعمل دروس، يعني هذا دليل. يعني مواطن الزيارات في الموقع، لاحظ أن الجزائر والمغرب ومصر من أكبر المشاركين في المساق، والسعودية، ومن بين المفاجآت هي السودان. للأسف اليوم ما كاش واحد مشاركين من السودان ولا من اليمن، وتلاقينا يعني كثير من يعني هذه من الاماني والامنيات تاعنا، يعني يكون في يوم الويكي في المؤتمر القادم يكون في مجموعات من السودان ومن اليمن من بلدان عربيه اخرى لم نراها حتى الان تشارك معنا في المؤتمرات. يعني يا ريت يشوفوا المجتمعات هذه تشارك معنا. من بين الملاحظات الأخرى ممكن أن نرى أن هناك مشاركات تزيد في أيام العطل، في أيام العطل يعني الويكند، يعني الخميس الجمعة السبت. عندك هنا مصر، السعودية، المغرب، الجزائر، العراق. والرقم المهم جدا بالنسبة إلي هي الهواتف النقالة اللي تجاوزت نسبة تاعها 54%. هذا ما يعني أنه لا يجب أن نركز كثير على يعني تعليم يعني تطوير اي ما كل ما يخص ويعني ينتمي الى الهواتف النقاله، يعني تطوير مساقات، تطوير برمجيات، يعني هذا مهم جدا. يعني اشكركم على المتابعه، ولكن المساق يعني الذي اطلقناه يعني وورد نيكست، ماذا بعد؟ احنا احببنا ونريد حتى الان ان نواصل هذه التجربه في نسخه جديده بعد قراءه هذه الاحصائيات، دفعتنا الى التفكير في تطوير نسخه جديده وهي ويكي مساق 2. نخليكم تشوفوا الفيديو الاولى اللي اطلقناها. نحن سعداء بالترحيب بكم في هذه المغامرة الفريدة من نوعها. أنا خضر البحر ومعي زملائي مساهمين آخرين، رضا كابوس، محمد بوشندة، وزكريا ميمونة. كلكم تعرفون أن ويكيبيديا
ومعي زملائي مساهمين آخرين رضا كابوش، محمد بوشندة، وزكريا ميمون. كلكم تعرفون أن ويكيبيديا هي أكبر مواقع الإنترنت في العالم وأكبر موسوعة بعدد كبير من اللغات في العالم، من بينها اللغة العربية. مستخدميها مختلفون، قد يكون فرس أو أمازيغ، من الهند أو من روسيا، نساء ورجال من مختلف الثقافات والديانات. ويكيبيديا باللغة العربية فيها تقريبا 2 مليون مقالة وتقريبا 2 مليون مستخدم مسجل. في هذا الفيديو سنتكلم على دروس تعليمية تفاعلية عن بعد عبر الانترنت حول موسوعة ويكيبيديا التي نسميها نحن ويكيمساء. هل تعرفون من يصنع ويكيبيديا؟ هل لديكم علم بكيفية إنشاء المقالات في ويكيبيديا؟ هل تعلمون أنكم أنتم أيضا تستطيعون إضافة المعرفة إلى الموسوعة؟ ويكيمساء سيشرح لكم كل هذا وسيفتح لكم باب كواليس ويكيبيديا لتحرروا. الويكي مساق أنشأه مجموعة من الويكيبيديين المتمرسين، وهم جاهزون لمرافقتكم في رحلة اكتشافكم لأكبر الموسوعات العالمية في جميع الأزمنة والأمكنة. يتقدم إلى المنصة زكريا ميموني رضا كابوش ومكية ولا زين. هذا فريق صغير يعني إيشانتيون يعني بين الفريق المشاركين كلهم، ونتمنى تكون يعني النسخة التالية يعني تكون يعني تجلب لنا يعني مشاركين أكثر وتطور الموسوعة، وإن شاء الله بهم يعني نختم شي 200 مليون هنا كان خطأ يعني 1 مليون مقالة تقريبا. لا إن شاء الله الهدف تاعنا أكثر من 2 مليون إن شاء الله. شكرا. الصورة تحرر الموسوعة، هذا الرابط راح تتعلم على طريقتك على النسق بتاعك راح تتعلم كيف تحرر الموسوعة. هذا هل قررتم أخذتم قرار في النسخة الثانية؟ على طول السنة يعني ممكن تبدأ يعني كنا يعني اتفاق مع ملكية في النسخ وقامت بفتح الموك على طول السنة. يعني حاليا الموك نسخته رقم 1 مفتوح،
وسوف نطلق الموك في نسخة رقم 2، ولكن سوف نتابع نفس الاستراتيجية، يعني نطلق فترة التسجيلات. خليني نكمل. نطلق فترة التسجيلات لكي يأتي تسجيلات أخرى، ويكون تاريخ بداية تاريخ نهاية. بعدين عندنا فترة راحة، يعني شغل عطلة، وبعدين نطلق المساق إلى ما لا نهاية. ما دامت منصة موجودة، المساق يكون موجود في النسخة الأولى ولا الثانية. يعني ما فيش وعلى كل حال الفيديوهات متوفرة على نسخة المشاهد البديع، يمكن تحميلها ولو في يعني أثناء المساق وإلى آخره. يعطيك العافية محمد. في البداية بدي أشكرك أنت والزملاء على هذا المساق الرائع. في نقطة أنت نسيت تذكرها، إنه هذا المساق إحنا استفدنا أيضا منه في برامج التعليم في فلسطين، والطلبة يعني في أكثر من نسخة كنا نحط لهم هاي الفيديوهات على موقع يوتيوب، وبالفعل استفادوا منها كثير وإحنا أيضا استفدنا منها. في الحقيقة أنا في عندي سؤال، في عندك إحصائية لعدد المحررين أو المشاركين اللي سجلوا بهذا المساق وظلوا مستمرين بعد ما خلص المساق؟ هو صعب يكون عندنا إحصائية بالمحررين اللي ظلوا مسجلين، اللي سجلوا في المساق وظلوا يعني مساهمين، ولكن فيه طريقة ما هي؟ هي أن يعني نأتي بكل أسماء المستخدمين ونضعها في التولز في ويكيبيديا ونرى عدد مشاركاتهم، ولكن ما يمكن أن أقوله لك يعني هناك نسبة، ما نقولش لا كبيرة لا صغيرة، ولكن هناك نسبة معينة من يواصل في التحرير في الموسوعة. أنا يعني يكفي أن تدخل إلى مجموعة ويكي مساق موجودة في فيسبوك وترى التفاعلات. لحد الآن الناس تحط يراسلوا ويحطوا يعني بوستات في المساق ويطرحوا أسئلة، وفي تفاعل متواصل يعني موجود. تمام، شكرا محمد. شكرا. تفضل على كان بس مهمي تعليقين يعني قطتين. النقطة الأولى بس بما يخص الشهادات. هلا أنا ما جربتش المساق صراحة، ما خضتش في المساق نفسه، بس هل الشهادات أوتو جنريتد يعني لحالها، ولا أنتوا بعد ما يخلص؟ هذا السؤال، يعني هل هي أوتو جنريتد أصلاً يعني مباشرة؟ أغلب المساقات في المواقع الثانية مباشرة الشخص بيخلص، الشهادة بتكون موجودة أصلاً كتمبليت بس بتم تبعت الاسم، لأنه لاحظت مشكلة على أوتو ار اس ويكيبيديا العربية. وصلنا كثير رسائل على موضوع الشهادات، انه ضحكوا علينا وما خدناش الشهاده ومن الكلام هذا، لا انا شخصيا ما كنتش عارف كيف ارد عليهم يعني. فكنا نوجه الرسائل لبشندة، بس انا هي النقطه هي انه بما انه الشهاده اوتو جنريت، فليش الناس كانت تبعت ما خدناش الشهاده ما طلعتش، الشهاده ما نزلتش، هذا ما كناش فاهمين. النقطه الثانيه، هل في اي احصائيه وهل حاولتوا متابعه المستخدم بعد انهاء ويكي مساق؟ هل استمر او ما استمرش؟ بس كان يعني هل قصدي كان هدف المستخدم فقط الحصول على الشهاده وبس، او كمل في ويكيبيديا بعدين؟ وهل النقطه الثانيه، ليش ما كانش في محاوله خلط هذول المستخدمين؟ يعني اي نعم في مجموعه لويكي مساق، هل تم محاوله خلطهم مع مجتمع ويكيبيديا العربيه نفسه؟ عشان انت فاهم لما بيدخلوا بالجو مع المستخدمين نفسه بيكون الموضوع غير، بيختلف يعني. بس هذول اللي بيعملوا في نقاط يعني في الاو تي اس، لماذا لم يتحصلوا على الشهادات؟ انا لم تصلني اي رسائل بهذا الخصوص. لا هم على او تي ار اس، مش كان على او تي ار اس ويكيبيديا العربيه، حتى في رسائل منها لحد اليوم موجوده. اعود في الاو تي اس بس لم تحصل على فجيك اياهم فجيك اياهم ما فيش مشكلة، ولكن شوف في الأوبن أي دي إكس عندنا حرية. إحنا في أول الأمر لما يكون مساق جديد يعني لا يتحصل الطالب على الشهادة حتى يكمل المساق، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني كان فيه تاريخ بداية وتاريخ نهاية، يعني لا نطلق الأوتو جينيريتد زي ما تسميها الأوتو جينيريتد ديبلوما حتى ينتهي المساق في التاريخ، يعني بهذه الطريقة كل الناس تتحصل على الدبلوم. حتى يتحصل على نقطة محددة.
نقطة محددة كذلك صحيح. يسميوها auto generated limited by date. By the date. باللي هي بويكي مساء. بالويكي مساء. لأن في موقع اللي هي موقع تاني تعليمية زي دراك وغيرها لا يعني generated تقولي يعني مجرد. هذا للدروس التي تكون مثلاً limited by time. إحنا عندنا limit. لا هذه دخلت البرمجة على الأوبن ديكس يعني ممكن البرمجة زي من أي من ريد ولا سؤال أخير بس كان الأخير إنه لو تم محاولة خرط هذول المستخدمين مع المجتمع الكبير يعني مع المجتمع نفسه يعني مع المشوف أنا المجتمع نعطيهم روابط يعني لا والله مثلا أنا كنت حابب إنه موجود في جروب بحكي مساحة على فيسبوك يعني على الأقل بياخذ بعض بتكلم مع الناس كحوارات عامة يعني بحاول أجذبهم مجموعة مجموعة لا أنا فاهم الفكرة بس الفكرة إنه كان كله محصور في مجموعة بحكي مساحة يعني هل حكيتوا لهم والله في مجموعة ويكيبيديا العربية إذا اللي حابب يستمر يتفضل عليها ولا كان الإشي محدود في مجموعة ويكي مساحة أنا هاي الفكرة بس أنت عارف في جروبات ويكيبيديا العربية كثير لو تم إخرطهم مع على الأقل بنشوفوا تعليقات الناس ونشرات الناس والكلام هذا بيحسوا إنه في ناس زينا زيهم ناخذ ونعطي معهم ومتمرسين هذه الفكرة سوف نتبناها في المساق العشرين يعني سوف نوجه كل المسجلين نحو المجموعة مع أن المجموعة مغلقة يجب فتحها لكي المغلقة المشكلة هي في نقاش بس أنا أي فكرة ممكن إنه بعد اللي بيحصل على الشهادة اللي بيخلص المساق وبياخذ الشهادة يكون زي رسالة إنه في مجموعة فيسبوك ومجموعة ويكيبيديا العربية بنفس الوقت في الميدان لويكيبيديا العربية لو حاب تطرح سؤال ما إلى ذلك عشان أنت تخلي مسؤوليتك فيما بعد هل استمر أو ما استمرش أنت وفرت له الخيار يعني كيف يتعامل مع المجتمع ويتواصل مع المجتمع بس هيك هو يعني ما في مشكل في المتابعة ما في مشكل لكن نحتاج ناس يعني يساعدونا إذا أنت متطوع تستطيع تساعدنا في المساق الثاني مرحبا بك نحن ما عندناش إذا عندك وقت مرحبا بك نحتاجك لأنه هو يعني ما فيه مشكل بالمتابعة لكن نحتاج ناس إنه إحنا رانا خمسة واحد مسؤول على التصوير واحد مسؤول على تعلم نقطة دوت كوم واحد كل واحد عنده يعني شوف المجتمع العربي بيساعد يعني عن تجربة مثلا آخر فترة الحبيب مهني من تونس كان شغال على مشروع اليو كامرز القادمين الجدد مجرد تطرح على المجتمع وتفاعل معهم حوالي 45 مستخدم حكونا بنساعدك ظل منهم حاليا تقريبا 15 بيساعدوه مع النيو كامرز النيو كامرز اللي هم الجداد يعني صعب وضعهم فلما نحكي للناس في المجتمع العربي يعني حتى فتره البنر لما حطينا الاعلان لويكي مساء المجتمع تفاعل بشكل رهيب انه شيء حلو كان يعني شيء رائع صراحه لويكي مساء بس ما فيش مرحبا بك تدخل معنا في التيم لا مش خلال تساعد النيو كامرز كان نقطه يعني مهمه ما ذكرتهاش في المداخله لولا البانر اللي ظهر في ويكي مساء لما كانت فيه المشاركات كثيرة في يعني كانت يعني التسجيلات بهذه الكمية كانت تأتينا يعني مهم جدا هذه مهمة جدا إلينا هذه المساعدة للمجتمع في إنجاح هذا المساء لولا مساعدة المجتمع ويعني انضمام المجتمع للفكرة وقبولهم للفكرة بهذا الشكل لما كان النجاح يعني هو نجاح يعني بالنسبة لكل مجتمع كل مجتمع قام بإنجاح المساق ومعلومة أخيرة يعني المساق باللغة العربية جاب كثير من المستخدمين أكثر من كل المساقات اللي داروه من قبل ثم يوم نقارن بالمساق الفرنسي أو الإسبانية المساق العربية جاب تقريبا عشرة آلاف وخلين كلهم كي يسمعوا بالمعلومة هذه ما تقريبا الإسبان جاب 5000 الفرنسي جاب 2000 هل هناك أسئلة أخرى؟